بكشة الخير حملة تطوعية شبابية تسعى لتوزيع الوجبات التموينية على الأسر المتعففة في كافة محافظات الكويت في شهر رمضان المبارك. بلغنا ويبلغكم إن شاء الله بكل خير في هذا الشهر الفضيل. راح نرحب ضيفتنا جنان الغناعي. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. هلا والله. يعطيك العافية. أول شيء هنتكلم عن هذه الحملة، شنو هذه الحملة ومتى راح تصير؟ إن شاء الله. طبعا حملة بكشة خير هي عبارة عن توزيع وجبات افطار صائم. بس شلون يعني شنو سرها؟ سرها بايد بايد وشغل شباب الكويت. فان شاء الله راح نقوم بتغليف وجبات تموينية ونوزعها على الاسر المتعففة في الكويت عن طريق لينك جمع تبرعات الافطار الصائم. من هالتبرعات راح نروح ونشتري هالماكلة اللي منها وجبات الافطار الصائم ونوزعها ان شاء الله بكل خير في شهر الخير. انزين، يعني ندش على هالموقع ونتبرع وانتم اللي راح تشترون التموين. صح، لان هالدعم هالسنه راح يعني دعمنا حق توفير هالمواد التموينيه من خلال لينك اطلقته المبرة الاسلاميه الخيريه. تقدر تبرع لو بس بدينار وتالي احنا نروح ونشتري هذه الماتشله من المواد التموينيه ونوزعها على الاسر المتعففه. هذا متى يتم التبرع؟ من بدايه شهر رمضان؟ انتم راح تبلشون من بدايه شهر رمضان؟ احنا اطلقنا اللينك صار لنا اسبوع. حلو، قبل. بدينا حمله جمع التبرعات والحمد لله وصلنا حق ربع المبلغ. احنا هدفنا 15,000 والحمد لله وصلنا، وامس بلشنا بالدفعات الاولى رحنا شرينا. زين. وان شاء الله باذن الله ويصير تغليفهم وتروحون توزعون. انتم اللي راح تروحون توزعون صح؟ احنا اللي راح نوزعهم احنا كشباب وايضا المتطوعين معانا. كل محافظات الكويت؟ ان شاء الله باذن الله بكل محافظات الكويت. انزين، خلينا نشوف هذا الفيديو ونرجع. ايه. ان شاء الله. شاركونا بحملتنا بكشة خير وبدينار راح تسعد الغير من خلال توفير وجبة تموينية، وشاركنا التطوع في شهر الخير. همتكم معانا يا أهل الكويت في تغليف وتجهيز الوجبات التموينية. حياكم الله في نادي العربي متواجدين. شاركونا الأجر في شهر رمضان. خير حملتنا بديرتنا وأبطالها أنتم يا أهل الكويت. تطوعك حياة لك ولمجتمعك. هذا انستغرامنا وهذا سناب شاتنا ورابط عشان تتبرعون تحت. وهلا هلا بتبرعاتكم. خلينا نتكلم عن بكشة. أول شيء ليش سميتوها بكشة؟ كذي اسم كويتي قريب من الشباب، قريب من كل بيت كويتي. ولأن اللي قاعد يسوونه احنا عيال الكويت. صح. هذه أول سنة ولا هذه كم سنة صار لكم؟ احنا بالعمل التطوعي هذا الخيري 4 سنين، احنا عيال مشروع معا. كنا في جود 1 و2 و3. حلو. والخير ما يوقف. سويتوا حملة؟ اي، جود وقف بس الخير ما يوقف وينالكم ببكشة خير. جزاكم الله خير. اول شيء خلينا نتكلم ان شلون يتم التوزيع. اول شيء انتم بتكون في سمعت نادي العربي صح؟ صح. اي، شنو نادي العربي؟ يعني شكرا لهم نادي العربي، هم احد الرعاة اللي استضافونا وما ردونا. احنا كشباب عندنا هالطاقة نبي نطلعها بالخير. فبنادي العربي بصالة علي بهبهاني إن شاء الله راح يكون مثل ورشة فيها تعليم تجهيز هذه المواد. العيش بيك خشها الكبرها، فالشباب والبنات إن شاء الله نشيل كيلوين كيلوين والعدس ونعلم ونلزق ونزهبهم حق التوزيع اليوم الثاني عن طريق إن شاء الله الباصات والروح كل يوم محافظة. كم عددكم؟ احنا كمؤسسين 11، كمتطوعين ان شاء الله الخير من اول يوم رمضان راح يبين. في تسجيل حق المتطوعين؟ في احد وده يدش ويتطوع وياكم؟ اي نعم، في تسجيل وحياهم والله، نبيهم يشاركونا هذا الشيء. والتسجيل موجود باستغرامنا، رقم التسجيل يقدرون يتواصلون ويسجلون كل بياناتهم. انزين، شلون تعرفون ان مثلا هالعائله محتاجه او في هالمنطقه فيها عوائل؟ شلون يتم التنسيق؟ اي، احنا عندنا داتا من 4 سنين، تواصلنا مع اسر متعففه. حلو. من خلال معارفنا ومن خلال ايضا اللجان، دلونا على هالحالات اللي صدق يعني محتاجه. فناخذ اثباتاتهم ونعرف حالتهم، وكل اسره ما نقصر معاها ان شاء الله.
ان شاء الله. تقريبا خلينا نقول المناطق في كل مكان، خلينا نقول من الجهره الى الاحمدي كلها راح تتغطى ان شاء الله في شهر رمضان ان شاء الله باذن الله. حاطين لكم جدول انتم في كل يوم كم منطقه ولا كل يوم منطقه واحده؟ كل يوم محافظه ان شاء الله، وكل يوم لها عدد معين بالتغليف وعدد معين بالتوزيع. وهالجدول ان شاء الله راح ينعرض في انستغرامنا حق اللي يبي يتابعنا ويعرف اليوم وين بنروح يناسبه المنطقه. اي ان شاء الله. في كل الانستغرام موجود عندكم الجدول، يعرف شو الايام اللي بتطلعون فيها وين بتروحون. اي ونقطه تجمعنا بنادي العربي، كلنا نطلع مع بعض ان شاء الله. هيئه الشباب توفر لنا وسيله المواصلات وكلنا مع بعض نروح بامان ونرجع بسلام ان شاء الله. انزين، في جهات تدعمكم؟ الحمد لله في جهات، وهالسنه في حملات تكون معاها شركات، صح صح ولا لا؟ صح. إيه؟ احنا هالسنه ما قصروا معانا المبره الاسلاميه الخيريه، اخص بالشكر يعني صدق هو والدي بس والله ما قصر، ما ردنا احنا كشباب عندنا هالهمه ينال قبل يعني من اسبوعين، احنا نبي نسوي بكشه خير ونبي دعم، من وين نجيب الدعم؟ قال يلا انتم كشباب ما راح اردكم. المدير العام للمبره الاسلاميه الخيريه عمر القناعي ما قصر يعطي العافيه، هم الداعمين الاساسيين لنا هالسنه عن طريق اطلاق لينك جمع التبرعات. حلو. في صعوبات واجهتكم وانتم تسوون خلينا نقول حمله او الاعضاء ولا ما في شيء؟ زين كل شيء مسير؟ الحمد لله ميسر. الحمد لله زين الحمد لله. بس ابي اتكلم ان انتم من الساعه كم راح تكونوا موجودين في نادي العربي ومن اول يوم؟ ان شاء الله من ثالث يوم رمضان، اول يوم ثاني يوم التوجيبات وهالاشياء. اكيد يكون صعب ان شاء الله. من ثالث يوم راح تكون عندنا فترتين من الساعه 11 للساعه 5. اوكي. راح تتقسم بين تغليف وبين توزيع، التوزيع نطلع من الثلاث للخمس. هذا التوزيع. اي. اللي قبل يكون التغليف. تغليف. وهم اللي حاب يقعد يغلف يقدر يقعد، وتالي من بعد صلاة التراويح لل 11 نقلف. فراح تكون بالليل وهم أي. بالنهار. اي. راح يكون التغليف. ان شاء الله لمدة اسبوعين. ما تشوفين النوايد ولا زين يعني؟ والله الصراحة على خبرتنا وشغلنا السنين طافت اخر يوم كل واحد يجي روحه للسيارة، ما نبي نهد المكان. انت لو تشوف المتطوعين. اي صح صح صح. كلمة أخيرة شنو ودك توجهينها حق؟ أول شيء شكرا لكم على هالاستضافة والدعم. أحب يعني أوجه رسالة، حلو الواحد يكون له بصمة بالخير. وحلو الواحد يستقل يعني شهر رمضان بفعل أي شيء بسيط بالخير. ومن أشياء الخير يعني اللي تقدر تسويها أنك تسعد غيرك. فأسعد الناس من أسعد الناس. وإن شاء الله يا رب تكون حملتنا تمر على خير ونجاح، وإن شاء الله نرفع فيها بعد اسم دولتنا الكويت. إن شاء الله يا رب. شكرا لك بضيفتنا جنان القناعي، يعطيك العافية وقواك الله. الله يعافيك. ناخذ لنا فاصل صغير ونرجع لكم.